طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. صحيفة الأيام تعلق: مستشفى الصداقة في عدن مهدد بالإغلاق، فمن المسؤول؟ ومن الصحوة نت: مواطنون في محافظة إبي يتظاهرون دفاعا عن المقابر. ومن البي بي سي تتساءل: هل يغير فوز نائبتين مسلمتين بمقعدين في الكونغرس واقع السياسة الأمريكية؟ السفير الأمريكي يتحدث عن سنوات من التفاوض بين اليمنيين، وهناك من اعتبر هذا مؤشرا على استمرار المعركة الطويلة. وقال موقع المصدر أونلاين إن السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر نفى وجود أي مخططات لدى بلاده لتقسيم اليمن طائفيا أو توفير مناطق حكم ذاتي على أساس عرقي أو عقائدي، وأضاف أن بلاده ستشعر بخيبة أمل في حال لم تتحقق رغبتها برؤية بداية نهاية الأزمة اليمنية وانطلاق جولة مفاوضات خلال 30 يوما. وقال تولر إن اليمن يحتاج إلى حكومة تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتثبيت صرف العملة الوطنية وتلبية الاحتياجات، مؤكدا أن بلاده ستدعم الحكومة في تلبية هذه الاحتياجات، وبالتالي سيدرك أولئك الذين يدعمون الحوثيين أن مصالحهم تكمن مع تلك الحكومة. لن يكون هذا قدر اليمن أيها المغامرون، يكتب السفير اليمني لدى لندن ياسين سعيد نعمان مقاله مخاطبا الميليشيات التي تعتقد نفسها متمايزة عن غيرها، ناصحا بضرورة الاستفادة من أي فرص للسلام. وأضاف ياسين: استفدتم من الإخفاقات التي مارسها نظام سياسي واجتماعي حافظ على هذه التراتبية التي حملتكم مجددا إلى الموقع الذي استطعتم من خلاله أن تهدموا مشروع الدولة الوطنية، لكن ما يجب أن تعرفوه هو أن ما تقومون به هو مجرد إعاقة مؤذية لمسار التاريخ في حركته الموضوعية التي لا يمكن أن ترتهن لهذه التراتبية البغيضة، وأن موضوعية المسار التاريخي ستعيده مجددا إلى صلته بقواعده الحقيقية المتمثلة في الوجود الاجتماعي كما يقررها الواقع الذي سيتطور بأدوات إنتاج مختلفة عن كل الأوهام التي تقسم المجتمع إلى سادة ومسودين. انتبهوا جيدا، واعرفوا أنكم قد سفكتم من الدماء ما يكفي لطمس هذه الخارطة، ومعها مغامرتكم في وحل يصعب تنظيفه لعقود من الزمن. استفيدوا من فرص السلام وامسحوا من على ظهركم جزءا من هذا الوحل بالتوقف عن غطرسة رفض السلام والتمترس وراء خيارات تجعل من اليمن بؤرة للعنف والحروب. عودوا إلى حقيقة أنه لا يميزكم عن أبناء هذا الشعب أي شيء يجعلكم تطالبون بأكثر مما يستحقه جميع أبنائه، وكفوا عن اعتبار أنفسكم الصفوة التي تنحني لها الرؤوس حتى لا ينظر إليكم كعاهات عفى عليها الزمن، فيما لو واصلتم التمسك بهذا الوهم الذي يجعل منكم شيئا منبوذا خارج قيم الزمان. لا تشطحوا فوق الحقيقة التي لا زالت تنظر إليكم كجزء من نسيج المجتمع لتجنيب اليمن المزيد من الكوارث التي تسببتم بها بسبب هذا الوهم الذي جعلكم تنصبون أنفسكم أوصياء على بلد عظيم لا يقبل الوصاية من أحد. تذكروا أن البندقية التي يحملها غاشم غير جديرة بالثقة. تشهد محافظة إب أزمة متواصلة في السكن، وترتفع أسعار الأراضي بشكل مستمر، ورغم ذلك تسعى ميليشيات الحوثي عبر أتباعها للحصول على المزيد من الأراضي، وآخر ما سطت عليها الميليشيا الحوثية أرض مقبرة. ويعلق موقع الصحوانت: مواطنون يحتجون في إب تنديدا بالسطو على مقبرة جبل صالح، حيث نفذ العشرات من أهالي منطقة قحزة مسيرة ووقفة احتجاجية تنديدا باعتداء تعرضت له إحدى المقابر غرب مدينة إب وسط اليمن. وردد المحتجون هتافات عدة تعبر عن رفضهم للاعتداء الذي تعرضت له مقبرة منطقة قحزة غرب مدينة إب من قبل أحد النافذين. قال أحد المشاركين في المسيرة إن الأهالي توجهوا بمسيرة إلى قسم شرطة 22 مايو بمدينة إب احتجاجا على ما وصفوه بمساندة الجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيا لعملية التفريط بالأراضي. لماذا كل هذا التطبيع؟ هكذا تتساءل سوسن جميل حسن، مضيفة في صحيفة العرب الجديد.
هل يمكن تجاهل ما يجري في المنطقة العربية وإجراء معاهدات واتفاقات وتطبيع من دون طرح حلول للزلازل التي تعصف فيها؟ كيف يمكن ذلك والشعب اليمني يموت جوعا وأطفاله يستهلكون أعمارهم في سنيهم الأولى وسوريا بازار للمساومات والبازارات الرخيصة على أرضها وشعبها؟ كيف لسلام يمكن أن يتحقق والعراق بين حجري الرحى أمريكا وإيران؟ كيف ومصر مهددة بلقمتها وأمنها فيما لو حلمت باسترجاع دورها التاريخي في أحلامها فقط؟ هل إيران هي العدو الوحيد؟ أعداء هذه الشعوب كثر وأولهم أنظمتها. لم تعد جامعة الدول العربية منظمة يمكن أن يكون لها ثقل واعتبار، ولم تعد صاحبة رأي وموقف. لقد طرحت مكانها بدائل عديدة لتستلم مصير المنطقة، ليس فقط مجلس تعاون خليجي والدول الملحقة به لتشكل التحالف، بل ربما سيكون هناك تحالف إيراني وآخر تركي في محاولة بديلة وطامحة لدفع المنطقة إلى المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد الحروب التي من الطبيعي أنها ستنتهي إلى تقسيمات سياسية جديدة، وستتشكل أوطان ودول بمسميات أخرى، وستكون مصالح الدول الكبرى أسواقا لها والاستثماراتها بعدما كانت قد استثمرت في تجارة السلاح والحروب. بعد هذا كله، هل يمكن القول إن التطبيع قد جاء في لحظة تاريخية بالنسبة لدعاته؟ وهل مستقبل المنطقة بشرقها المتوسط الجديد سيكون مزهرا ومشرقا تزينه حمامة السلام الإسرائيلية بدولتها العنصرية بعد أن تقضي على كل احتمالات الحلول التي يمكن أن تضمن للشعب الفلسطيني قليلا من حقوقه التي أوشكت على أن تصبح منسية بالنسبة للعالم؟ يعد مستشفى صداقة التعليمي العام الواقع في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن من أقدم المستشفيات التي تم بناؤها في مدينة عدن، حيث يعود تاريخ بناؤه إلى عام 1977، ويتوافد إليه أعداد كبيرة من المواطنين سواء من النازحين أو الوافدين إلى جانب سكان مدينة عدن. وتتساءل صحيفة الأيام، مستشفى الصداقة في عدن مهدد بالإغلاق، فمن المسؤول؟ وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر طبي أن المستشفى يعاني نقصا في أغلبية المستلزمات الضرورية كمواد النظافة ونقصا في الطاقم التمريضي والطبي، لا سيما وأن أغلبيتهم من المتعاقدين والمتطوعين. مدير مستشفى الصداقة التعليمي العام الدكتور رمزي عليه قال: عندما استلمنا الإدارة كان في المستشفى أقسام غير مؤهلة على الإطلاق. وأشار عليه إلى أن مخصص المستشفى بأكمله لا يفي بالغرض، حيث أن ميزانية مستشفى الصداقة هزيلة جدا وتقدر ب11 مليون و200 ألف ريال شهريا، علما بأن هذه الميزانية معتمدة منذ عام 2011. وفيما يخص ميزانية الصيانة فهي صفر، فيما لا تتجاوز ميزانية النظافة 825 ألف ريال شهريا، وهذا المبلغ قمنا بتحويله إلى موظفي المستشفى نظرا لكثرة الطاقم، ونقوم بأخذ مواد النظافة من المنظمات والجمعيات. وكشف مدير مستشفى الصداقة أنه منذ تعيينه حدث حريق 3 مرات في مواقع متفرقة من المستشفى، وعند نزول فريق التحقيقات في البحث الجنائي يفيدون بأن الحريق ناتج عن أعقاب السجائر. تعتبر مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر والتي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون منذ عام 2014 هي نقطة دخول 3/4 الواردات والمساعدات الإنسانية الدولية في بلد تهدده المجاعة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة فرنسية وترجم خصيصا لقناة بلقيس. وقال تقرير الصحيفة نقلا عن لبنى التي فضلت إخفاء اسمها الأخير خشية الانتقام: إن ضوضاء مروحيات الأباتشي والقصف وإطلاق النار لا يتوقف. وأضافت عن طريق الهاتف: يستخدم الحوثيون المدفعية لقصف القوات الموالية، ونحن نخشى أن تقوم هذه القوات بدورها باستخدام المدافع، مما يجعل المدنيين يدفعون الثمن الأصعب كما هو الحال دائما. من جانبه قال أحد قادة القوات الموالية للحكومة والذي يتقدم من الجنوب والشرق إلى الميناء: إن الاشتباكات تتخذ الآن شكل قتال الشوارع، وهم الآن على بعد حوالي 3 كيلومترات من المعاقل أو المعقل الرئيسي للمتمردين في المدينة، حي 7 يوليو، وهي منطقة آمنة للغاية في شرق المدينة. ووفقا لمصادر عسكرية فإن التقدم يعوقه القناصة الذين
ينشرهم أو ينتشرون أو ينشرهم المتمردون وأيضا الألغام والخنادق المحفورة عبر المدينة. وتفيد الصحيفة تهدد معركة السيطرة على الحديدة الإمدادات الإنسانية والمساعدات التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة. وكتبت ممثلة اليونيسف ميرتشل إيرنانو: أنا أحث جميع الأطراف على وقف الحرب لإنقاذ الأطفال وإعطائهم فرصة للعيش، أتوسل إليكم. لماذا لا تموت الأساطير؟ تحت هذا العنوان كتب رضوان آدم مقاله المنشور في موقع بالأحمر، وأضاف الكاتب في جزء من المقال: منذ ملايين السنين وحتى وقت قراءتها لهذه السطور، صمدت الأساطير في وجه عواصف التاريخ والجغرافيا والعلم. من دون شك يمكن أن تقول وأنت مرتاح البال أن الأسطورة هي الدين الأول للإنسان الأول، وعندما تنوعت الأديان سماوية ووضعية استطاعت الأسطورة بمرونة هائلة أن توزع نفسها على هكذا تنويعات عقائدية. الهدف يبقى واحدا بالنسبة لها، أن القوة الروحية الهائلة كيف لي أن أموت. من حق الأسطورة أن تقول عن نفسها ما تشاء، لكن من حقنا نحن أن نسأل فلكلوريا: لماذا لا تموت الأساطير؟ ما الذي يمنحها الحياة كل هذا الزمن المديد؟ كان لابد للإنسان القديم أن يربط هذه الظواهر الكونية التي يعجز عن تفسيرها بقوى غيبية يقدم لها التضحيات، كي تحاول أن تساعده في السيطرة على هذه الظواهر المؤرقة لباله وبال عياله وحياته الشخصية. ومن هنا نشأت الطقوس الدينية. إذن تحيا الأسطورة لأنها تتسم بالمرونة والقدرة على تجديد نفسها رغم كل المعارك التي افتعلها رجال الدين الرسميون ضدها في أكثر من مكان، والتهم التي ألصقوها بها. وهذه الأسطورة موجودة في كل المجتمعات المتقدمة والمتأخرة وفي كل الطبقات الاجتماعية، وإن اختلفت في درجة الظهور فهي تختبئ في الصدور وتخرج وقت ما تشاء وترتبط بقرابة عميقة مع مثيلاتها في موضوعات دورة الحياة. أسرار الظواهر الفيزيقية والنفسية كالأحلام والنوم والميلاد والموت والتنبؤ بالمستقبل وشكل الروح والشياطين والقديسين والأولياء والقرابين والحج لطلب البركة والأحجار والنباتات السحرية والتعاويذ والتراتيل والصور والصمت والصوم وخلو المعدة من الطعام والطهارة وعذرية المرأة والموقف من سؤال ماذا بعد الموت. هل يغير فوز نائبتين مسلمتين بمقعدين في الكونغرس واقع السياسة الأمريكية؟ تقول شبكة البي بي سي مضيفة: أثار فوز سيدتين مسلمتين لأول مرة في انتخابات الكونغرس الأمريكية تساؤلات عدة عن مدى تغير واقع السياسة الأمريكية. وأشاد بعض الكتاب بانتخاب إلهان عمر ورشيدة طليب وعدوه إنجازا يكشف عن صحوة أمريكية ليبرالية حقيقية. وأعرب معلقون آخرون عن مخاوفهم من رضوخ النائبتين لما سموه الهيمنة الأمريكية، بحيث لا يتعدى تأثيرهما لصالح شعوبهما المظهر الشكلي. وتمكنت رشيدة وهي من أصول فلسطينية وإلهان عمر وهي من أصول صومالية من الفوز عن ولايتي ميتشيغان ومينيسوتا لتصبح أول مسلمتين من أصول عربية تحصلان على مقعدين في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. في أخبارنا المنوعة ما جاء في صحيفة البيان والتي عنونت في صفحتها الرئيسية: مهاجرو أمريكا الوسطى يستأنفون مسيرتهم صوب حدود الولايات المتحدة. وقالت الصحيفة: استأنف مئات من مهاجري أمريكا الوسطى مسيرتهم شمالا عبر المكسيك في طريقهم إلى الحدود الأمريكية، حيث علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية. وأصدر ترامب أمرا يوم الجمعة وأصبح ساريا يوم السبت، مما يعني أن المهاجرين سيضطرون إلى تقديم أنفسهم إلى منافذ الدخول الأمريكية ليصبحوا مؤهلين للجوء، وعليهم اتباع اللوائح الأخرى التي تم الكشف عنها يوم الخميس والتي تستهدف الحد من طلبات اللجوء. وقال خوليو سيزار 30 عاما من هندوراس: لا يهم اللوائح التي تفرضها حكومة ترامب، فلا يمكننا العودة إلى بلادنا. لدي رصاصة في ذراعي وأخرى في كتفي، إذا عدت إلى بلدي فسيكون من الأفضل أن أذهب إلى هناك في تابوت.
شهد العالم خلال الأيام الماضية عددا كبيرا من الأحداث، وقد وثقها المصورون ونشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، نطالعها الآن. ماذا تحمل لنا اليوم رسومات الكاريكاتور من رسائل؟ نتابع. هذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.